عارفة ان محدش ممكن يهرب من فاروق ولا لا؟ في ايه؟ جاوبي، عارفة ان محدش ممكن يهرب مني ولا لا؟ ايوه عارفة. كدابة كدابة، بدل انك هرمتي عايزة تنفذي بعملتك السودة دي السودة. ليه عملت كده؟ ليه؟ انا قدمت لك الحب والامان وانت رديتي عليا بايه؟ بالخيانة بالخيانة. انا بكرهك بكرهك. مازن، شو عم جرب تعملي رشا؟ انا مش عم جرب اعمل شيء. شو هالرسائل عم تبعتي لي اياها مع عمر؟ شو بدك قولي؟ بدك مصاري؟ مصاري؟ كتير هالقد؟ يمكن الواحد بيكتشف انه كان مغشوش وغلطان، بس مش هالقد مازن، عن جد كتير. لا تعملي لي حالك بريئة هلا وبلا فلسفيات، قولي شو بدك وخلص. أنا قلت شو بدي، ويمكن أنت اعتبرتها رسالة تمويه وما صدقتني. شو بدك؟ اتجوزك على الورق وبس يخلق الولد حطه على اسمي وارجع طلقك؟ بس هيدا اللي بدك إياه؟ عن جد إني أنت منك متطلبة وكتير مثالية وأنوعة. الولد يلي ببطني مش رح شيله مازن. أنا ما بدي منك إلا تعطيه اسمك وبس. بدك تشيلي الولد رشا؟ أنا مش مستعد أتجوز هلا. مش رح شيله مازن. مش رح شيله. لكن تحملي مسؤولية قرارك وخلي بطنك يكبر وخلي الناس تشوفك أم عزبة. معقول هيدا أنت؟ كانت أمي تقلي إنه رجالي بينعرفوا بالامتحان الصعب. هيدا أول امتحان فشل كبير. هلا مش ضروري ترجعيني لقصص قديمة وخبار ما إلها طعمة. بدك تشيلي الولد وإلا. وإلا شو؟ يا دكتور يا محترم. أم عبدو. أم عبدو، إذا بتريدي أنا عم بتفاهم أنا ورشا. وأنا؟ أنت ورشا وأنا. هيدي بنتي، بنت عليا حبيبة قلبي، واللي بيأذيها ما رح يكون ممنون أبداً. أنا هلأ عرفت بكل القصة. ما رح أترك رشا لوحدها دكتور، رح أحميها بعيوني ورح جيب لها حقها من تحت تاسع أرض. أنا هيك وعدت عليا، عليا اللي ما بتستاهل منك انك تعامل لها بنتها هيك. انت اكيد انه اشرفوه رح يجي ياخدك على المستشفى؟ ما بعرف، هو بيعرف انه اليوم بالوقت مفروض غير على الجرح، بس بركي انشغل ما بعرف. اذا انشغل لازم اقول لك لحتى تدبري حالك، او يمكن نسى. طيب انا حفوت حمام ام عمر، بدك مني شيء؟ لا خلص، هلا اذا ما اجا ماكسيموم باخذ تاكسي وبروح على المستشفى. طيب. شو بكره العملية؟ ايه بكره. ولا يوم كان بابا، انا هلا بدي اعمل عملية لاجري، هالموضوع كل عمره يهمني ويهمك، ما هيك؟ هيدا أهم موضوع بحياتي. فإذا ما تخلينا نحكي بأي موضوع تاني، أوكي؟ هاي يا نغم. قصة كبيرة عمر. قصة شو؟ في عصابة لتجارة الأعضاء عملت مخطط ونجحت فيه. وشو هالمخطط؟ هيدا الصبي الضايع يلي عم بيلزقوا له صوره بالمدارس. ايه هيدا مخطوف ومقتول من قبلهم. شو عم تحكي؟ شو بتعرفي كمان احكي لي؟